يعني يمكن روسيا مش السعودية مش الكويت مش بالظبط. الأردن، عدد المصريين قليل، يمكن عدد المصريين في عموم روسيا لا يتجاوز، يعني هو ما فيش احصائيات مش طبعا احصائيات دقيقه، دقيقة. بس العدد مش كبير طبعا، ولكن الخاصيه الاضافيه بقى جنب العدد، ودي يمكن اللي بتميز روسيا عن الباقي، هي المساحات. روسيا 17 مليون كيلومتر مربع قد مصر 17 مرة. بالظبط. واذا اضفنا لها باقي الدوائر اللي بتغطيها السفاره، بتغطي كمان بيلاروس وتركمانستان وطاجيكستان. يعني احنا السفارة هنا هي مقر انتخابي لحوالي 19 مليون كيلومتر مربع. طبعا تراميّ المسافات، وبالتالي تكلفة الانتقال هي عامل يعني إضافي مؤثر. مؤثر على ذلك. إنما رغم كده كل من يستطيع يعني بيبدي حماس.